وخلني أسألك عماد، من أكثر المحبطين من هذه الجولة؟ محبط أكيد من الأهلي، هو الأهلي الأكثر إحباطا بحكم أن السيناريو المباراة كان من الممكن أن يحقق الأهلي أفضل، على الأقل نقطة كانت بتكون جيدة جدا وكان يستحق النادي الأهلي. لكن اليوم خلنا احنا نكون واقعيين، نادي الأهلي مشكلته مش فقط في مباراة الشباب، وأنا وافق أبو محمد، مباراة فوضوية تكتيكيا خرجت من يد المدربين من أول الدقائق وحتى الدقيقة 73، حينما زج مدرب نادي الشباب شاموسكا باللاعب بن داي أغلق الملعب وأغلق المساحات هذه اللي كانت لكل اللاعبين والظهير والمحور، الكل يطلع لمرمى المنافس ويسعى إلى تسجيل هدف سواء في مرمى العويس أو فواز القرني. لكن مشكلة الأهلي أصلا من البداية، وتحدثت معك أبو لطيفة هنا، اليوم اللي أنت قاعد تشوفه 15 نقطة من 15 جولة في النادي الأهلي، هذا نتاج إيش؟ هذا نتاج معسكر في البداية تكلمنا عنه، نتاج تعاقدات أجنبية، نتاج تعاقد مع مدرب غير مناسب للنادي الأهلي، كلها أخطاء إدارة حالية. بداية الموسم تحدثنا هنا وقلنا النادي الأهلي عنده 8 لاعبين أجانب، وصل لمرحلة النادي الأهلي إنه يقول مين اللاعب اللي تستغني عنه حتى تكون فريق نظامي تلعب ب7 لاعبين أجانب، كان موجود 8 لاعبين فترة من الفترات، تم الاستغناء عن فيكسا ماتريتا وأسماء مهمة محور 6 لا يوجد الآن في النادي الأهلي، وأنت تستغني عن فيكسا بكل سهولة لأجل إيجاد بديل لم يشاهد باولينيو. صحيح، حتى الاستغناء عن باولينيو رأينا أن التعاقد معه جيد، أيضا الاستغناء عنه كان لظروف غريبة جدا، شاهدنا الآن يوقع مع نادي برازيلي، استغناء عن باولينيو، الاستغناء عن ماتريتا، حتى العنصر المحلي اليوم الكابتن حسن داو لاعب غير مقنع للجماهير الأهلاوية، في حين مشجع الأهلاوي يشاهد سلطان مندش يقدم أداء ممتاز مع نادي الفيحاء، على الأقل يكون في دكة البدلاء. كم ظهير أيمن يا أبو لطيفة لعب مع النادي الأهلي من بداية الموسم إلى الجولة 15، نتكلم عن 5 أظهر يمين، نتكلم عن عبد الله حسون لعب محمد المجحت، حمد النقاز، محمد خبراني، ريان، في حين تستغني عن الكابتن سعيد المولد بكل سهولة، هو لاعب يلعب في مركز الظهير الأيمن. هذه كلها مشاكل، خلاص ما عاد يقدر يلعب، ما حد يقدر يلعب مع الاهلي سعيد، الجمهور ما خلاه. ابو لطيف شلون تبي يلعب؟ ابو لطيف انت اذا على الاقل انه يلعب، سهل الكلام بس الرجل يا اخي نفسيا ما عاد يقدر يقدم شيء للاهلي، الافضل انه يبقى يا ابو. شلون ابقيه والجمهور يا مو معطي مجال للاعب يرجع او يستعيد مستواه؟ انت كاداره لا تنظر ابدا لهذا الموضوع بهذا الشكل. انا ما انظر لك كاداره، انا لاعب، اللاعب ما يقدر يعطي، ما عاد يقدر، خلاص حد مع الأهلي. إذا إيجاد بديل في هذا المركز ممكن كان يشكل ثغرة كبيرة، لكن الجمهور له دور في استغناء الإدارات عن بعض اللاعبين. لا مو هو دورك، معلش تسمح لي، هو اللاعب نفسه ما يبغى يستمر، ما يقدر يستمر. ترى اللي صار فيه مثل اللي صار في أحمد عسيري ومثل اللي صار في عدد من اللعيبة، أنديتهم خسرتهم بسبب انتقادات الجمهور. الجمهور إذا حط راس لاعب في راسه لطيف. النادي الأهلي، النادي الأهلي اليوم أنت مشكلتك بعض الإدارات لما تتحدث عنها تجد إيجابيات وسلبيات، تجد البعض عنده إيجابيات كثيرة جدا، فبالتالي السلبيات هذه تبرر لها، تحاول تبرر للإدارة، لكن النادي الأهلي لا يوجد إيجابيات كثيرة. يمكن إذا بتذكر إيجابية وحيدة في النادي الأهلي اليوم أليوسكي، معسكر كان خطأ، مدرب تعاقد معه كان خطأ، تعاقدات أجنبية خطأ، إذا هذا نتاج عملك، أنت وين تبي تروح أكثر من كذا؟ النادي الأهلي أعتقد بالعكس اليوم يا أبو لطيف الخطورة في الموضوع، خطورة النادي الأهلي اليوم من أسوأ من النادي الأهلي على الورق، نتحدث عن الورق، ترى هي 3 أندية في الدوري، تكلم عن الحزم اللي هو أعتقد أنه يسير بشكل متسارع إلى دوري الدرجة الأولى، تكلم عن الباطن، يتكلم عن أبها، وأبها فاز في هذه الجولة. بقية الأندية في الدوري من اللي تشوفها من المركز الأول إلى المراكز الأخيرة أفضل من الأهلي على الورق، في بعض المباريات تقدم لك على طبق من ذهب مثل مباراة الشباب، مثل ما ذكر أبو محمد، ما كان الشباب بمستواه بشخصيته بهيبته اللي شاهدناه في الجولات الماضية، المفترض النادي الأهلي يستغل يأخذ 3 نقاط تنقذه. بعض الأحيان والله يا أبو بدر مدرب يعيش معاك المرحلة ينقذك، خصوصا في هذا الوقت. شوف النادي الاتحاد اليوم، نادي الاتحاد اليوم يمكن أبو عبد العزيز يأيدني في هذا الموضوع، ترى مدرب دياز المعد البدني هذا دوره غير طبيعي في هذا الفريق. شوف الريمونتادات اللي قاعدة تصير النادي الاتحاد، أحمد حجازي لم تكن لياقته مثل اللياقة اللي احنا شاهدها في الوقت الحالي، عبد الله مالكي شخص مقرب جدا مني وأعرفه على الصعيد الشخصي، تطور بشكل غير طبيعي لياقيا، عبد الرحمن العبود لاعب نادي الاتفاق يعتمد عليه المدربين آخر 30 دقيقة اليوم يلعب 90 دقيقة برتم واحد بنفس واحد. هنا نحن نقول تفاصيل كرة القدم، تعاقد مع جهاز فني، تعاقد مع جهاز لياقي، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، لا قوة إلا بالله.